اهلا بحضراتكم من جديد. الجزء الثاني من حوارنا مع الفنان الكبير احمد عدويه. امبارح اتكلمنا مع الاستاذ عدويه والحقيقه كان حوار لا ينقصه اي صراحه. اتكلم بمنتهى الصراحه والجراءه هو وحرمه العزيزه مدام نوسه. اتكلموا عن ادق واخطر الاشاعات اللي تعرض لها الاستاذ عدويه. اتكلموا بصراحه وردوا على كل هذه الاشاعات واتكلموا عن حياتهم الانسانيه. والنهارده يسعدني ان انا استقبلهم مره تانية في احد من الناس ونكمل حوارنا معاهم. استاذ عدويه انا برحب بيك للمره التانية في احد من الناس. مدام نوسه نورتونا وانا سعيد جدا بتكرار اللقاء. وبرضه برحب مره تانية بالفرقه الموسيقيه الجميله. ربنا يخليك يا زعيم اللي منورانا. مش عارف ما تيجي نبدا بغنى وبعدين نتكلم. نسمع الساحه الدحم بو. يلا بينا. الله 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 تسلم بقك يا حبيبتي. عم احمد لسه زعلان من الاستاذ حلمي بكر؟ لا زعلان منه؟ هو مسامح لكن عيلته كلها مش مسامحة. طب انت رأيك لا ايه؟ لا مش مسامحة. زعلانة منه ليه؟ ازاي يتكلم على جوزي؟ هو كان طلع وقال انه كان بيطالب بمنعه من الغناء. اه مظبوط؟ اه وانه يعلن اعتزاله. اه ردك عليه ليه؟ طب ليه؟ هو ايه اللي خلاه يحكم بده؟ يعني ايه مرتبته عشان يحكم على انسان ما يغنيش ويعتزل؟ انت فعلا بكيتي لما سمعتي الكلام ده؟ اه طبعا. مش انا لوحدي، انا ومحمد وبنتي. لسبب من الاسباب، احمد عدويه احنا مسمينه الجندي المجاهد. الجندي المجاهد حبيبتي من ساعه ما امن حادثته هو اللي قام وفتح بيتنا واكلنا وشربنا وخرج ولادي من الكليات وخلاهم في المستوى اللي هم متعودين يبقوا فيه. الحمد لله. يبقى ده جندي ولا مش جندي مجهود؟ طبعا. يبقى ده انسان يتحنيله ولا ما يتحنيلوش؟ طبعا. ولغايه اللحظه دي ولغايه القعده اللي انا بكلمك فيها صحيح هو اللي فاتح بيتي وهو برضه اللي فاتح بيت اولادي وهو اللي عامل كل حاجه لاحفاده على قد مجهوده. صحيح كنا الاول حاجه ودلوقتي حاجه، زي ما الناس كلها بتتغير. يعني انا عايز اقول لك موضوع كورونا، الناس كلها بتسال على بعضها. احنا ما حدش سال على احمد عدويه من زمايله، ما قالولوش انت فين. نسوا ان بيتهم بيت احمد عدويه كان مفتوح. بيت احمد عدويه كان مليان من فنانين لفنانات للاعيبه الكوره لصحفيين كبار. نسوا ده كله عشان الحق ينقال. بابا تامر حسني الاستاذ حسني شريف بمعدل كل شهر لازم يكلمه مرتين يسال عليه. حاجه تانيه بقى وانا اللي عايزه اقوم انقلها كده واقول لها انا متشكله ومهما هعمل مش هقدر لمدام فيفي عبده ام الرجوله كلها وام الجدعانه كلها وام الحنيه كلها اللي في الدنيا تكون فيفي عبده يا دكتور. من غير ما حد يقول لها انا عايز، ما حدش قال لها عايز، هي بتسال لوحدها، هي بتود لوحدها، هي بتعمل الواجب لوحدها، ما حدش بيقول لها كلمه. لما هي قتلاني، هي قتلاني من سبب نفسيتي اللي تعبانه فيفي عبده، من سبب نفسيتي دخلت المستشفى من كتر ما هي كسفاني بكل اللي بتعمله معايا انا وجوزي. بتحب الراجل ده حب مش قادره اقول لك. احمد عدويه مصر كلها بتحبه. تقول لي ده اخويا. الناس كلها بتحبه. ده اخويا يا نوسي. بس انا مندهش من حاله اللي بتقولي لي، حاله اللي يعني تفسير ده ايه؟ ده هو يعني اولا تلمذته نسوا احمد عدويه. لا اتنسى احمد عدويه. وقت الازمه اتنسى احمد عدويه. ربنا يكرمه الاستاذ حسني شريف ويشفيه. ربنا يديها الصحه. مدام فيفي عبده وربنا يكرمك انت كمان. انا عايز اقول وحكيم افتكرنا الاسبوع اللي فات كان بيكلمني في موضوع تكريم الاستاذ احمد في مجله وشوشه، فانا لما سمعت صوته نفسي صعبت عليا
أنا بحكي لك بالظبط من غير كذب ومن غير كسوف، وحتى لو ولادي الاتنين هيحاسبوني من غير كسوف. عيطت، اتحزقت في العياط، لأن أنا عشت مع حكيم. أنا عارف. في مهرجانات وكلنا وشربنا. قلت له كده كده يا حكيم ما تسألش علينا، كده يا حكيم ما توديناش. بعدها بأربع خمس أيام اتصل بالتليفون وجه يزورنا، فهو كمان كتر خيره ألف شكر. طب انت عملتي ايه بقى؟ انا عايز اعرف، انت ست عظيمه، ايام فتره مرضه انت عملتي ايه؟ انا عارف ساعتها ما كانش بيصرف، ما كانش فيه انفاق، وكان فيه مشاكل وفتره علاج. عملتي كان ربنا إيه؟ بص، ربنا ما بينساش حد ابدا. وانا عايز اقول للناس دي كلها، ارضوا امكم وابوكم لاخر لحظه من عمركم. اوعوا تقولوا يا رب يموتوا او اف، دول تقال علينا. اوعوا. من تجربه مني لقيتها، انا كان احمد بيبني العماره اللي احنا فيها، فبيباعها تمليك، فباع الدور الاولاني اللي قبلينا اللي كنا مفروض نبقى فيلا، وهو كان بيشتري عربيات وبيحب العربيات وبيحب الصرف وبيحب الخير للناس كلها. عمرك يا احمد يا عدويه ما منعت عن حد حاجه، قلبه ده بفته بيضه طبعا، عمره ما شال من حد. شوف، قال لك انا مش زعلان من حلمي بكر. فكان في 200,000 جنيه. بص بقول لك الحقيقه والله استاذ عمرو ما بكذب، صدقه صدقه صدقه. وفي واحد سامعني داتي برضه، مش عايزه اقول اسمه، هو ومراته كانوا ساكنين معانا في العماره، ويمكن انت هتفتكر مين. نزل قال له 200,000 دي هتاخدها ولا اللي هوديها لها البنك؟ افرض جرالك حاجه، انتوا بتبشروا عليا. قال له افرض جرالك حاجه تروح فين هي وعيالها؟ ازاي يعني ما يبقاش عندك ولا تعريفه في اي بنك؟ ازاي؟ واجبره واخد ال 200,000 ونزلنا البنك الاهلي في المعادي، حطهم باسمي. اقسم بالله معدى 3 اشهر وال 200,000 طلعت عشانه هو، وكفتني كمان اني اطلع بفرنسا، واتريقوا عليا، وخير السمرة الله يرحمه اتريق عليا، لان كان هنا في مصر بس اللي بينهولي ما كانش فيه لسه الرنين المغناطيسي. 40 يوم نايم بيقولوا لك لا عنده جلطه ولا عنده ذبحه، بس ما نعرفش عنده ايه، لان الجهاز اللي المفروض نعرف منه لسه ما وصلش مصر. لكن التشخيص الاخير كان ايه يا منام؟ طلعنا فرنسا، دخلنا المستشفى الامريكي. الامريكي هناك طلع ان الماده البيضاء اللي في المخ، احنا عندنا ماده بيضاء وماده رماديه. الماده البيضاء اهي والماده الرماديه، طب الاثنين جنب بعض. الماده الرماديه هي اللي بتسيطر على القلب والاجهزه الداخليه. الماده البيضاء هي اللي بتسيطر على الحركه بتاعتنا، هي اللي بتخلي اللي بيصور يعرف يصور. انا هصور دلوقتي، اللي هتكلم انا هتكلم دلوقتي. طب انا همدي ايدي اخد الكوبايه دي دلوقتي. طب انا هتدور وابص على الفرقه دلوقتي. دي الماده الرماديه البيضاء. الماده الرماديه لو اتصابت كان احمد عدويه مات في الحال، فربنا خلاه يتصف في الماده البيضاء. هم حقنوا له؟ لا، هم ما حقنولوش ولا حاجه خالص. هم في الشرب، في الشرب، في الشرب، في المواد المخدره، في المواد المخدره. هم عملوا له كوكتيل مخدر، وهو ما بيشربش، هو داخل المستشفى بكرشه ده قد ده قد كده، وكان اصغر من كده لانه بيحب الاكل جدا. بكلمك بجد، عدويه بيحب الاكل جدا وكلهم عارفين كده. عدويه يعني ما ياكلش اي كلام كمان، ولو بص ميت من الجوع وانت جبت له اكله زي ابنه، جبت له حاجه هو بيحبها وشمها كده مش هياكلها لو ما عجبتهوش. الهدف كان قتله. ها؟ الهدف؟ اكيد بقى عشان البنت. ما هو انا مش فاهمه ايه يعني، ما هم ما استنوش عشان حد يحقق معاهم. هم هربوا قبل ما نجيبهم. مدام نوسه، التضحيات الكبيره اللي انت عملتيها دي اتقدرت من عدويه ومن اولادك؟ اكيد. راضي عن اولادك يعني؟ راضي عنهم طبعا، راضي عنهم،
ربنا يرضيهم. ساعة ما هو تعب الأستاذ عدوية كانوا هما في سن المراهقة وكانوا صغيرين. لا كانوا 10 سنين و11 سنة. عملتي إيه؟ عملت كنت أب وأم في الوقت ده. كنت أب وأم واللي ساعدتني أمي بصراحة الله يرحمها وأبويا في البيت كانوا معايا سندني. وعايز أقول لك إن أنا عملت حاجة برضو عشان أضحكك يعني وأنا ما بفهمش في الكلام ده. أجرت مكان على كورنيش المعادي عند تورا وعملت شركة توريدات وأنا لا أفقه شيء في الكلام ده. وكان معايا أياميها الله يرحمه ابن خالي الكبير قال لي هنتشجع وهنجيب فلوس وهنساعد البيت والبيت هيتفتح. وفعلا كنت أول ما أخش في أي شركة وأقول أنا حرم فلان يقول يشيلي على اسمه. على اسمه. علاجه كلف كتير من دمر. اه طبعا المسل. كلف في فرنسا كتير جدا وكلف هنا في مصر. ومش هنسى في مثل هقوله واضحكوا عليا كلكم برضو ان كرهتوهم ما تجوش عليهم. يعني انا زعلانه من حلمي بكر بس عمري ما هنسى له موقف. حلمي بكر جه في يوم من الايام ما كانش في بيتي تعريفه دخل لي بألف جنيه من أحمد فؤاد حسن من نقابة لأن أنا عملت عمايلي في أحمد فؤاد حسن. فدخل وقال لي عبيطة. قلت له لا يمكن أخدها هموت من الجوع أنا وجوزي. قال لي عبيطة خديهم ينفعوكي أي حاجة تيجي منهم منفعة اسمعي كلامي وخديهم. ده حلمي بكر مين وهو يشهد على هذا مين الكلام. اللي ما كانش مين اللي أنت في مرض الأستاذ عدوية حزنتي من موقفه؟ لا ما فيش داعي. في ناس كانوا قريبين طبعا لا ما فيش داعي. صالحوكي بعد كده؟ لا حاولوا يتقربوا. في ناس ما حاولوش يتقربوا بحكم مناصبهم. فما يعني انا اخدت علق كتير يعني. هنسمع كركشاندي عم احمد. اه كركشاندي هل معانا ضيف جميل وعايزين ندعوه. اه صديق يعني فاسمح لي هنضمنا دلوقتي. مين؟ ياسين. اتفضل يا استاذ ازيك؟ ياسين. ياسين حفيد الاستاذ احمد عدوية من اولنا النهارده. طيب سلم على جده. حبيبي عامل ايه حبيبي؟ كويس. ازيك يا ياسين؟ مين جابك؟ ايه عبد العزيز. طيب يا حبيبي احنا حبينا كمان يكون معانا عشان يبقى معانا بقى الايه الحفيد كمان. تحب جده؟ اه. تسمع اغانيه كلها؟ اه. بتحب اغاني ايه بقى عند جده؟ يعني بحب يا بنت السلطان وحبيبي عسل ويا زحمه يعني كل اغاني جده. بحب جده. اه استاذ احمد ايه اغنيه زحمه دي حضرتك جبتها منين؟ يعني ايه ظروفها يعني؟ اه يعني ده تنبؤ بالمستقبل كان ولا كان ايه بالظبط؟ يعني انت غنيتها في السبعينات. اه اغنيه زحمه دي جت ازاي؟ يعني كنت واقف في المرور مثلا فلقيت زحمه فقلت زحمه يا دنيا زحمه. اه ولا ايه اللي حصل؟ كانوا واقفين على عربيه فول. اه وبعدين؟ ما تقول يا استاذ بنفطر فول الصبح. اه بخلص شغل. خلص شغله وفات عليه فعديت على بتاع الفول كانت عنده فول وطعميه وسلطان يعني. وبعدين سلطان بقى نجيب. لا حسن ابو عثمان. لقيت ابو عثمان. فقعدوا يدندنوا بقى مع بعض على عربيه الفول. وطلعت اغنيه زحمه. ايه يا عم الزحمه دي؟ ايه يا عم الدنيا بقت عامله كده؟ ايه؟ كلمه من دي وكلمه دي. طب اقول لك ايه نشوف بعض بكره. خلاص مشوا. واحد منهم كلم التاني ما اعرفش مين. مين كلم التاني؟ انت اللي كلمته قلت له عايز اعمل اغنيه ولا هو اللي على حسن. كلم المنتج. آه. عاطف منتصر. فعاطف اقتنع بيها قوي 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 جد. انا فاكره راح عاطف مكلمه راح احمد قال له ايه يا عاطف اللي انت بتقوله ده؟ انا برضه هغني زحمه. ده كلام فاضي يا عم. ده تبع عربيه فول واقف باكل فول انا وحسن ابو عثمان ده. قالوا طب يا عم هنعمل اجتماع عندي في الشركه ونشوف يعني نسمع كده وناخد اراء بعض. وفعلا راحوا الشركه وقعدوا مع بعض وجه هاني شنوده وطلعوا اللحن والكلام وكان ليها نصيب تطلع في الدنيا وما زالت لغايه النهارده وتعيش لغايه النهارده. اه عم احمد سمعت حسن شاكوش؟ لا. اللي بيغني بنت الجيران؟ لا عمره. انا بس اللي بسمعه هو وحمو بيكا.
احمد ما بيسمعش، ما بيسمعش، ما بيسمعش عن شاكوش. بيسمع ام كلثوم، بيسمع الناس اللي الجيل ده ما سمعتوش عن احمد اللي هو شاكوش والله. وعمر لا كمال. لا 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 لا. طب شعبان عبد الرحيم انت قلت عليه اخوك الكبير صح؟ طبعا. ليه؟ الله يرحمه. شعبان مخلص، مخلص، مخلص جدا جدا، وبيقول لي كان بيقول الموال وكان بيغني حلو وصح. انت تقريبا اللي زرت الوحيد اللي زار شعبان عبد الرحيم في المستشفى على طول على طول. اما كان كل بيخش هو اللي بيطلع يزور. كان بيعجبك صوته جدا، طبته وامرته واقتناعه. ما كل واحد ليه حضور في حاجه. كله على كله يا عم احمد، لما تشوفه قول له يلا بينا. كله على كله. قول لي يا عم احمد ايه اللي نقول عليه النهارده كله على كله؟ الحاجه الحلوه الاستقامه، خد بالك، والصحوبيه الحلوه. الله. عم احمد انت ممثل عظيم، يعني انت الحقيقه مثلت اكتر من 25 فيلم. العسكري شبراوي، خدعتني امراه، خمسه في الجحيم، حسن بالغلبان، انياب. الله على انياب ده. اه انياب عملت رعب. مع ان يا استاذ عادل امام قال له ما تعملوش. عمل رعب. اربعه اتنين اربعه تعالى وخش عليا. ما اقدرش يا غالي عليا، حواد بينقح عليا. ايوه حواد بينقح عليا. وحيا او ميتا انا مجنون. تفتكر انت نجحت كممثل؟ لا. انت نجحت كممثل؟ لا. كمؤدي. كمؤدي يعني. رايك ايه يا مدام نوسه؟ كمؤدي. لأن هو من الأساس مطرب، هو كان مؤدي. يعني محمد ابني ربنا يحميه يا رب، جاي له تمثيل كتير جدا. صدقني بقى، والأول مرة برضه هقولها قدام الناس كلها، محمد ابني ممثل درجة أولى. يعني عايزاه يقلد لي الدكتور عمرو الليثي. بص مش هتصدق نفسك وانت قاعد على الكرسي كده، هتسقط نفسك في الارض. قلد، ما انا كان مره معايا في حلقه وقلد. ده هايل. بيمثل يعني. لكن هو بيقول لي لغايه دلوقتي مش قادر اقتنع ان انا ابقى مطرب وممثل. قلت له لكن دادي عملها. قال لي دادي عملها في سنين وايام ما كانتش الناس قادره تشوفه. اكتر فيلم بتحبه ايه؟ حسن بيه الغلبان. حسن بيه الغلبان؟ اشمعنى حسن بيه الغلبان؟ هقول اشمعنى ايه؟ يعني تعبت فيه وعشت حاجات كده كانت في حياتي. عبر عن حاجات في حياتك. طيب الفقره اللي جايه دي فقره لطيفه جدا اسمها انا والمدام. الفقره دي هسالكوا اسئله وعايز اجابات سريعه، وهبدا بمدام نوسه. ايه اللي عجبك في عدويه لما طلب ايدك للجواز؟ عينيه العسليه. هو عينيه عسليه مش سودا، عينيه عسليه. طيب استاذ عدويه عديها انا برنامج والله العظيم ثلاثه عديها بقى برنامج. عينيه عسليه مش سودا، النني بتاعه عسلي. النني النني بتاعه في الضوء كده عسليه مش سودا. لا بيلمع. وبيلمع. بيلمع والله. والله. قول لي يا عم احمد انت ليه ما خلتهاش تغني؟ بيقولوا صوت، بيقولوا مدام نوسه صوتها حلو جدا. منعتها من الغنى ليه؟ لا يعني تعب عشان. طب صوتها حلو جدا. طب يلا ورده يعني هي اللي بتغني ورد. احلى. يلا هنسمع مدام موسى لاول مره في اغنيه العدويه. والله ما اعرف. امسكي المايك وغني له. والله عشان خاطر الراجل غنى لك طول حياته بيغني لك. ثانك يو. عندنا على فكره موهبه تانية في العيله. مين؟ احمد محمد احمد مرسي، احمد ابن محمد عدويه. لا 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 بيضرب أورج، بيضرب طبلة، صوته حلو، فنان بمعنى كلمة فنان يعني. العيلة كلها الفن فنانية. بيجري في دمه. أحمد بالذات حفي. وأنت ويغني ياسين كمان؟ ياسين يعني. ياسين برضه. بس غاوي بوليس، غاوي أكشن، غاوي طيب فاكرة أول هدية جابها لك عم أحمد؟ جاب لك إيه؟ جاب لي عروسة اسمها كاتي. و بقرة كده زي الكرة حمراء، جبنا فلامنك من لندن وهو نازل،
وفستان فرحي. بتفتكر عيد ميلادها يا عم احمد ولا بتطنش؟ طبعا طبعا. بيقولوا الطناش مدام نوسة سر السعاده الزوجيه، رايك ايه؟ هو في بعض الاحيان بتبقى فعلا سر السعاده الزوجيه. طنشت انت كتير؟ ها، انا طنشت طبعا، لازم اطنش كتير عشان في ورده ومحمد يعني. عم احمد لما بتخاصمها مين اللي بيصالح التاني الاول؟ انا. تتخانقوا على ايه يا مدام نوسة؟ يعني كنا زمان بنتخانق على الستات، على دي كلمتك دي جات لك، انا كانوا بيقولوا تحت البيت. ومراتات يعني مش عايزه اقول مراتات مين، ولابسين الفريرات وبينزلهولي من البيت عندي يعني. وبعدين هو يروح ويرجع يقول لي يا بنتي وانا بياع لبن، هو انا ايه في شايفاني ايه؟ لا كنت بتقولي عليه من الفنانات. كنت معزوم على فنجال شاي، ما انزلش اشرب الشاي، اقول له لا حرام اشرب الشاي. وشربت طبعا. وشربت الشاي يا عم احمد؟ طيب انا مش شايفها. وشربت مر. بتدلعها تقول لها يا ايه؟ يا نونس. يا نونس. وانت بتدلعيه ولا خلاص؟ لا طبعا بقول له يا اودي. لسه عندك معجبات؟ مين؟ حضرتك عندك معجبات؟ ما تعدش. قال لك ما تعدش، الحمد لله. طب احكي لي عن اخر معجبه جات لك. الحمد لله. خلاص 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 ايه؟ الحمد لله. بتغيري عليه لسه؟ اكيد. نوسة بتنكد عليك؟ لا. ما بتعرفش تنكد عليك؟ لا. عدويه في البيت زوج فرفوش؟ بس اعمل له اللي هو عايزه وما يصبرش يعني. يعني هو عايز كوبايه النسكافيه دي دلوقتي، يعني دلوقتي سيبوا اللي وراكم كلكم وهاتوها. عم احمد لو وظفت نوسة في كلمه تقول عليها ايه؟ قول ما تتكسفش، مش هزعل منك. ست البنات يا شابه. اي لسه ست البنات. امال ايه؟ خلاص كده. طب وانت توصفيه بايه؟ اوصفه بايه؟ اوصفه بالراجل اللي عمره ما هيتعوض. عم احمد انت نوسة بتشتغلك سوشيال ميديا فعلا؟ مظبوط؟ ازاي بقى بتعمل ايه؟ يعني هم ممكن علشان نن يعني ما بيتعرفوش اول باول، عشان جد ما بي يعني ما بيستخدمش موبايلات كتير. انا ما بتعرفوش اول باول. هو كمان يعني كمان ما بيعرفش يعني مثلا يفتح ابلكيشن على الموبايل. فنن مثلا يعني بتعرف شويه عن جد. بتعرف حتى مثلا يعني تجيب تقول لي يا ياسين، يعني انا اهو عامل صفحه فيسبوك ليا وصفحه انستجرام. طب انت يا عم احمد بتتابع السوشيال ميديا؟ بتقرا الفيسبوك وبتقرا؟ لا 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 ما بتقراش. قولي لي مشهد كده عن احمد عدويه مع احفاده، بيعملوا ايه؟ لا بيعملوا ايه؟ اولا هو اليوم اللي هم جايين فيه هو يقوم بدري يتنشط وياخد دش ويلبس ترينج ويطلع يقعد بره في الريسبشن، ليه قاعده معينه هو في الريسبشن، ركنه كده اسمها ركنه عدويه، والتلفزيون وحاجته جنبه وتمام التمام. شويه يخشوا عليه جده جده، واللي يخبطوا في بطنه واللي يحضنه كده واللي يحضنه كده. احنا جعانين يا جده، اوعى تكون كلب. بس ما تحكيش على بس ما تحكيش على الكوارث. طيب ما تحكيش على الكوارث اللي بنعملها. مش هحكي على الكوارث. وايه؟ هيا يا جده انت جعان؟ احنا ما كناش لسه جايين من المدرسه. لا يا حبايبي قاعد مستنيكم. يلا يا جده، يحطوا الاكل ويقعدوا ياكلوا. وهما بياكلوا بقى عندي احمد ابن محمد كربون كوبي كوبي بدون مبالغه. شفت انت؟ يمسك الاكل شفته قبل ما ياكلوا يشموا زيه. ايديه صوابعه زيه. لو داق الاكل وما عجبوش بطرف بقه يسيب الاكل بدون تعليق. كان دلوقتي بقى بتعليق مع نانا بقى. انت لسه عندك عقدة الملوخيه؟ ايه حكايه عقدة الملوخيه دي؟ اقول ولا تقول انت؟ مفيش داعي. الله يرحمها بقى. الله يرحمها ويسامحها. نقول كده احسن يعني. هي في دار الحق واحنا في دار الباطل، ولا ايه؟ بس هو بيحب الملوخيه وبيحب قوي قوي. بيحطها في الثلاجه؟ بتحطها في الثلاجه الملوخيه؟ لا هو يحب ياكلها فريش على طول. وبتشربها؟ بص حضرتك نعملها له دلوقتي ياكلها دلوقتي.
ويشربها، والطشة الثوم اللي عليها يموت يشربها. طب مين بيعمل ملوخية أحسن، أنت ولا نوسة؟ لا نوسة. عم أحمد، إيه اللي بيميز صفات برج السرطان اللي أنت منه؟ طيبة والقلب الأبيض والمسامحة. مسامح. وأنت برج إيه؟ أنا برج العذراء. يركبوا مع بعض السرطان مع العذراء؟ يركبوا، لأني أنا عكسه. هنسمع إيه يا عم أحمد؟ نسمع موال عجبي؟ ماشي. إيه رأيك؟ ميرسي. أحسنت. مين الناس الرايقة في حياتك؟ اللي ما بيشيلوش هم. يعني مراتي بموت فيها عشان رايقة ست كل. أنا رايقة؟ رايقة تقولي والله. طول عمرك تقولي يا ماما. الحمد لله. لما بنقول راحوا الحبايب بتفتكر مين؟ بفتكر بأهلي. مامته وأبوه وإخواته. يعني الوالدة الله يرحمها ست وردة أحمد سعد. الله يرحمها. مسمي اسم بابا بنته على اسمها. ومسمي وردة بنتك على اسمها. على اسمها. أنت عملت لها أغنية قوي يعني صح؟ اسمها وردة. دعوة الأم صح؟ دعوة الأم صيغة الزمان عنها. ولو أنت نار الأم جنة مش عايزاك بعيد عنها. ابنها ما بتشوفش بس أنت نور عنها. الله يرحمها. إيه الدعوة اللي كانت دايما هي بتقولها لك؟ كانت دايما تدعي لك بإيه؟ دي بالست ويجعل صوتك مسموع للعالم كله. مسموع من العالم كله. العالم كله. هنسمع ايه بقى الناس الرايقه؟ ماشي يلا. حكايتها ايه الحركه دي؟ حكايتها ايه؟ يعني دي لازمه عندك على طول صح؟ طول حياتك. طول حياتك ايه بقى؟ يعني مزاج بقى. ما اعرفش جات لك ازاي دي صحيح؟ عمري في حياتي ما سالته. نفسي اساله يعني جات لك الحركه دي ازاي؟ بصلت بقى دي السلطنه وبديها. عم احمد لو اتعمل عن حياتك قصه حياه يعني فيلم مسلسل تلفزيون تحب مين يلعب دور احمد عدوية؟ محمد رمضان اكتر واحد مدي الشكل شويه. تفتكر حياتك تنفع تبقى عمل درامي مسلسل؟ طبعا. انت عارف ان اغانيك اتعمل عنها رساله دكتوراه في جامعه اسكندريه كان عنوان الرساله اساليب غناء عدوية في الغناء العربي؟ عارف كده؟ لا انا حبيت اقول لك المعلومه دي. لا ما نعرفش. عشان تعرف انك انت اصبحت النهارده يعني لك مرجعيه كبيره جدا. ربنا يخليك. ايه اللي كان نفسك تعمله وما عملتوش؟ ده عملت كل حاجه الحمد لله. ايه الامنيه يا عم احمد اللي انت بتتمنى من ربنا انه يحققها لك؟ ايه؟ ان ربنا يخلي لك ولادك. دي اهم حاجه عندي طبعا. ان ربنا يعملها لك. طيب يا حبيبي، وانك تروح تحج بقى الحجه الاخيره ان شاء الله. انت عملت عمره كتير صح؟ طب انت مش على طول على السرير بتقول يا رب؟ يا رب بقاله شهرين وملفوت نظر يعني بيقوم يقلق في اوقات كتير كده لوحده والهود اهوس يا رب يا رب اقول فيه ايه؟ انت حاسس بحاجه يا احمد؟ يقول لي لا مش حاسس بحاجه. ليه؟ اقول له لا ابدا ولا حاجه ويسكت. وبعدين يرجع تاني يا رب. ده كده داخلين على تالت شهر. مدام نوسة، تفتكري استاذ عدوية خد حقه من التكريم؟ لغاية دلوقتي هو واخد حقه من التكريم. بس ابتدوا يكرموه في كبره. يعني ما كنتش احب في الوقت ده. يعني كنت احب يبقى في الوقت اللي قبل كده. كانت هتبقى الزهوة بالنسبة له هو. احنا بالنسبة لنا احنا مبسوطين جدا. واحنا بنكرمه دايما وبنحبه دايما. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يديك الصحه يا عم احمد، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك. انت ومدام نوسة وياسين الجميل والفرقه الجميله اسعدتونا على مدار يومين الحقيقه. واحنا كنا سعداء جدا بيك. واحنا كمان كنا سعداء بيك جدا يا دكتور. والله العظيم. ربنا يخليك. والله يا دكتور ليسي يعني قد ايه تعرفش غلاوتك عني. والله وانتوا كمان والله. وعم احمد ده يعني ربنا يعلم محبته قلبي وقلوب الناس كلها. والله انا عارف. نورتنا وشرفتنا ونورتونا يا جماعه. كان معاكم العظيم الاستاذ احمد عدوية في واحد من الناس.